فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو خاف المرء من الجن، لو خاف المرء من الجن، فهل هذا يدل على نقص إيمانه؟ الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف طبيعي. تخاف من العدو، تخاف من السبع، تخاف من البرد، هذا طبيعي ما يضر، وتأخذ الحذر وتأخذ الاحتياط، هذا ما يضر. أما خوف العبادة هو الذي يكون معه ذل وخضوع، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم.